السلام عليكم، معكم عبد الملك القرادي في مقطع جديد. في هذا المقطع إن شاء الله راح نتكلم عن أخبار دورينا، دور عمان تل الجولة 20 من الدوري، وأول مباراة معانا واللي كان بين نادي النهضة ونادي النصر، واللي انتهت بفوز نادي النهضة بهدف نظيف، قال هدف عن طريق اللاعب انترس جي في الدقيقة الخامسة. الأهداف إن شاء الله بحط لكم إياها في نهاية المقطع. والمباراة الثانية معانا واللي كانت بين نادي السويق ونادي صور، واللي انتهت بفوز نادي السويق بأربعة أهداف لهدف. تقدم السويق أولا عن طريق اللاعب عصام الصبح في الدقيقة 34، وعاد نفس اللاعب اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 39. يعني عودة عصام للتهديف إن شاء الله راح نشوفه من جولة لجولة، وإن شاء الله عصام راح يستمر في هذا الأداء. وبعدين في الدقيقة 56 عند نادي صور اللي يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب عبدول، وفي الدقيقة 77 ومن علامة الجزاء عاد اللاعب الفرنسي مامادو لاعب نادي السويق ليسجل الهدف الثالث لصالح نادي السويق، وفي الدقيقة 83 عاد نفس اللاعب مامادو ليسجل الهدف الرابع لصالح نادي السويق. وللمباراة الثالثة معانا واللي كانت بين نادي العروبة ونادي البشاير، واللي انتهت بفوز نادي العروبة بهدفين لهدف. سجل أهداف العروبة فرانك ويليام في الدقيقة 20 وفي الدقيقة 27. في الدقيقة 67 عاد اللاعب مهند الحبسي اللي يسجل هدف تقليص الفارق لصالح البشاير. هذا الفوز الأول لصالح نادي العروبة هذا الموسم في بطولة الدوري. والمباراة الرابعة معانا واللي كانت بين نادي الاتحاد ونادي الرستاق، واللي انتهت بفوز الرستاق بهدف نظيف، قال هدف عن طريق اللاعب أحمد العدوي في الدقيقة الثانية. وإلى المباراة الخامسة معانا واللي كانت بين نادي ظفار ونادي عمان، أنا أشوفها الصراحة هذه أمتع مباراة في الجولة، واللي انتهت بفوز نادي ظفار بأربعة أهداف لهدف. سجل أهداف ظفار والمرسون من علامة الجزاء في الدقيقة 13، وكذلك من علامة الجزاء عاد اللاعب عبد الله فواز اللي يسجل الهدف الثاني لصالح نادي ظفار في الدقيقة 24 وفي الدقيقة 53 والدقيقة 56. عاد لاعب لباجة ليسجل هدفين الثالث والرابع لصالح نادي ظفار، وفي الدقيقة 89 عاد المدافع ماجد البلوشي ليسجل هدف تقليص الفارق لصالح نادي عمان. وإلى المباراة الأخيرة معانا في هذه الجولة واللي هي المباراة السادسة واللي كانت بين المصنعة وبهلة، واللي انتهت بفوز بالتعادل الإيجابي للطرفين. سجل هدف بهلة اللاعب روبرت كانسا في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 68 عاد اللاعب حمود السعدي ليسجل هدف التعادل لصالح نادي بهلة. وإلى المباراة السابعة معانا المباراة اللي تأجلت واللي كانت من نادي السيب ونادي صحار، واللي يعني تأجلت لتاريخ 27/4 بسبب مشاركة نادي السيب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، واللي كانت ضد نادي المحرق الإياب نفس نادي السيب، وفاز نادي السيب بهدفين نظيفين وتسويت النتيجة 2-2. راحوا لضربات الجزاء وبس السيب ما توفق في ضربات الترجيح. إن شاء الله نشوف نادي السيب هذا الأداء إن شاء الله يكمل في الدوري، وعلى الأقل يطلع من توب 3 في الدوري إن شاء الله هذا الموسم. وإلى جدول الترتيب بعد نهاية هذه الجولة، نادي النهضة في الصدارة ب45 نقطة، في المركز الثاني نادي السويق ب42 نقطة، وفي المركز الثالث نادي الرستاق ب38 نقطة، وفي المركز الرابع نادي بهلة ب31 نقطة، وكذلك في المركز الخامس نادي عمان ب31 نقطة، وفي المركز السادس نادي ظفار ب30 نقطة، في المركز السابع السيب ب29 نقطة، وفي المركز الثامن صحار ب29 نقطة، وفي المركز التاسع نادي المصنعة ب24 نقطة، وفي المركز العاشر نادي النصر ب21 نقطة، في المركز 11 صور ب20 نقطة، وفي المركز 12 الاتحاد ب16 نقطة، في المركز 13 العروبة ب10 نقاط، في المركز الأخير نادي البشاير ب9 نقاط. وإلى إحصائيات هذه الجولة، 5 حالات فوز، حالة تعادل واحدة، 17 هدف، 9 أهداف في الشوط الأول، 8 أهداف في الشوط الثاني. وبس هذا كان مقطعنا، وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى عجبكم المقطع، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله قريبا نوصل 1000 مشترك، ودمتم في حفظ الله ورعايته.